السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على الزلزال على تركيا، الزلزال على سوريا. واش هذا الزلزال من علامات الساعة؟ معلوم من علامات الساعة. إذا إلا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم داكشي اللي قال لنا نهاية العالم غادي يكون الزلزال بقوة. إذا الزلزال بقوة شفناه خاص في تركيا وشفناه خاص في سوريا، إذا القضية حامضة، إذا ظهور علامة الساعة خاص في تركيا وسوريا. الآلاف ديال الناس اللي توفوا خاص هذا الزلزال، الآلاف ديال الناس اللي توفوا الزلزال في تركيا. إذا هذا الشيء كله كيتسمى من علامات الساعة 2023. إذا ظهور علامة الساعة خاص في تركيا وسوريا. والترحم ديالكم على الناس اللي توفوا خاص في تركيا والناس اللي توفوا خاص في سوريا. الله يرحمهم يوسع عليهم يرزقهم الجنة، ويا ربي تحمينا، يا ربي تحمي المغرب، يا ربي تحمي الجزائر، يا ربي تحمي تونس، يا ربي تحمي مصر، يا ربي تحمي كامل الدول ديال العالم العربي الإسلامية خاص من الزلازل من تسونامي من الفيضان من أي شر. نتمنى الإعجاب ديالكم هذا الفيديو، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كان معكم أحمد بيزلاف يوتيوبرز مغربي.